كيف اعتمد الأول من مايو عيدا للعمال؟ عيد العمال يوم يتوقف فيه ملايين العمال في العالم عن العمل لمراجعة أوضاعهم وظروفهم والنظر فيما تحقق لهم وما لم يتحقق ورفع مطالبهم بصوت عال في مسيرات وتظاهرات احتفالية. كان البدء في هذا اليوم من أستراليا. كانت بداية عيد العمال يوم 21 أفريل من سنة 1856 في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب العمال في ولاية شيكاغو سنة 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى 8 ساعات، وتكرر الطلب في ولاية كاليفورنيا. وفي تورونتو الكندية حضر زعيم العمال الأمريكي بيتر ماكغواير احتفالا بعيد العمال، فنقل الفكرة وتم أول احتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 5 سبتمبر من سنة 1882 بمدينة نيويورك. أثمر نضال العمال في كندا قانون الاتحاد التجاري الذي أعطى الصفة القانونية للعمال ووفر الحماية للنشاط الاتحادي عام 1872. وبعد وفاة عمال على أيدي الجيش الأمريكي فيما عرف بإضراب بولمان سنة 1894، سعى الرئيس الأمريكي جروفر كليفلاند للمصالحة مع حزب العمال، تم على إثرها بستة أيام تشريع عيد العمال وإعلانه إجازة رسمية. بقي جروفر قلقا من تقارب اليوم الدولي للعمال مع ذكرى هاي ماركت في الرابع من مايو من 1886، حيث قتل أكثر من 12 شخصا في تظاهرة احتجاجية بساحة هاي ماركت على مقتل 4 عمال في إضراب بشيكاغو للمطالبة بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى 8 ساعات تحت شعار 8 ساعات للعمل، 8 ساعات للراحة، 8 ساعات للنوم. وجاء إضراب شيكاغو ضمن سلسلة إضرابات نظمت في عدد من المدن الأمريكية يوم الأول من مايو من سنة 1886 تحت شعار من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات، وبلغ عدد تلك الإضرابات 5000 إضراب وشارك فيها نحو 340 ألف. تجاوزت قضية هاي ماركت أسوار أمريكا وبلغ صداها عمال العالم، وأحيا المؤتمر الأول للأممية الاشتراكية ذكرها في العاصمة الفرنسية باريس سنة 1889، وتمت الدعوة لمظاهرات دولية لإحياء ذكرى هاي ماركت سنة 1890. وفي العام الموالي اعترفت الأممية الاشتراكية في مؤتمرها الثاني بعيد العمال حدثا سنويا. وفي سنة 1904 دعا اجتماع مؤتمر الاشتراكية الدولية في أمستردام جميع المنظمات والنقابات العمالية وخاصة الاشتراكية منها في جميع أنحاء العالم إلى عدم العمل في الأول من ماي من كل عام، وتم السعي لجعله يوم إجازة رسمية في عشرات الدول. وفي سنة 1955 باركت الكنيسة الكاثوليكية الأول من ماي عيد للعمال، واعتبرت القديس يوسف بارا أو يوسف النجار شفيعا للعمال والحرفيين، فيما سارت الولايات المتحدة على تقليدها القديم واعتبرت أول يوم 2 من شهر سبتمبر من كل عام عيدا للعمال، وكذلك الأمر في كندا. تمسك الاشتراكيون والشيوعيون الأمريكيون ومن وصفوا بالفوضويين بإحياء يوم الأول من مايو وتنظيم مظاهرات ومسيرات في شيكاغو ونيويورك وسياتل وغيرها. وفي سنة 1958 اعتبر الكونغرس الأمريكي هذا اليوم يوم وفاء لذكرى هاي ماركت، خاصة بعدما حظي بالتقدير والاحترام من دول عديدة وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي. وأعلن الرئيس الأمريكي حينها دوايت إيزنهاور الأول من ماي يوم إجازة رسمية، وكانت مناسبة للتعبير في تظاهرات ومسيرات عن مواقف تتعلق بقضايا سياسية واجتماعية من قبيل مسيرة دعم حقوق العمال الذين لا يحملون وثائق في الولايات المتحدة، ورفض استمرار الحرب في العراق والاحتجاج على حالة الاقتصاد الأمريكي وعدم المساواة الاقتصادية كما حصل في الأول من ماي من سنة 2012 عندما تم احتلال ساحة وول ستريت. يعد يوم الأول من ماي يوم إجازة رسمية في نحو 100 دولة، وتعتبره الحركات والنقابات العمالية فرصة لتدارس أحوال الطبقة العاملة وتقييم إنجازاتها ورفع مطالبها فيها في مسيرات وتظاهرات عامة، ولا يخلو هذا اليوم من السياسة بالاحتجاج على الحكومات وسياستها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في الدول التي تكون النقابات فيها درعا من أذرع الأحزاب السياسية.